والحديث أكثر حول هذه القمة ينضم إلي مراسل آي 24 نيوز عمر ربيع. مرحبا بك عمر. عمر، قبل أن نبدأ أو نتحدث عن الملفات المطروحة في هذه القمة، هل هناك تأكيد على مشاركة الأردن بالإضافة إلى مصر؟ بالنسبة للسؤال حول تأكيد المملكة الأردنية الهاشمية لانتداب وزير خارجيتها أيمن الصفدي، حتى هذه الساعة لا يوجد هناك أي تأكيد، وكل الذي نعلمه هو أن هناك ضغوط تمارس على الأردن من قبل عدة أطراف إقليمية على رأسها إسرائيل بأن تكون الأردن جزءا من هذه القمة التاريخية. ولكن عمر، لماذا هذا التردد الأردني، خاصة وأن الملك الأردني سيصل أيضا الأسبوع المقبل إلى الأراضي الفلسطينية؟ صحيح لورين، أولا أيمن الصفدي تحديدا سيكون في الأراضي الفلسطينية في رام الله يوم الاثنين، وهو اليوم الذي ستعقد به الجلسة أو اجتماع القمة كما تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية. يعني في ذات اليوم سيكون على بعد كيلومترات فقط من مكان اجتماع القمة. ولكن سبب التردد، يعني إن صح أن نسميه تردد أردني، يعود لعدة أسباب برأيي. يعني مشاركة الأردن بهذا اللقاء سيكون رسالة لورين، رسالة أن الأردن هو في جانب تلك الدول التي ستشارك في هذه القمة. نحن نريد أن نؤكد أن مكان القمة بحسب الإعلام العبري سيكون في جنوب إسرائيل في صحراء النقب، وسيبدأ وزراء الخارجية بالقدوم إلى إسرائيل يوم غد الأحد في ساعات الظهيرة. سيتم يعني استضافتهم ب يعني فندق جدا يعني ضخم في جنوب إسرائيل. سيكون هناك عشاء فخم على شرفهم، وبطبيعة الحال وهذا الأمر أوردته الصحف العبرية التي تقول إن وزراء الخارجية سيزورون أيضا ضريح مؤسس إسرائيل رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول دافيد بن غوريون، الذي المتواجد طبعا ضريحه في ستيبوكير قرية جنوب إسرائيل في صحراء النقب. وبطبيعة الحال مثل هذه الزيارة سوف يكون لها وقع كبير على وزراء الخارجية العرب الذين سيزورونه بحسب الإعلام العبري. يعني سألتني عن سبب تردد الأردن. الأردن كان منذ البداية يعني ليس متحمسا جدا لصفقة القرن حينما طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبطبيعة الحال فإن الأردن أيضا يفضل في هذه حتى الساعة طبعا أن يكون الصفدي ليس في إسرائيل وإنما في رام الله، وهذه رسالة بطبيعة الحال للجميع أن الأردن هو إلى جانب السلطة الفلسطينية وليس بطبيعة الحال يشارك بمثل هذه القمم. نعم، حتى الآن هناك على ما يبدو سيكون تغيير، ربما سيكون تغيير في الأردن. طب عمر، تحدثنا قليلا عن أهم ما ستتناوله هذه القمة التاريخية في إسرائيل. هذه القمة لورين تأتي كما قلت بعد قمة كانت في شرم الشيخ بين الرئيس أو قادة مصر وإسرائيل ويعني الإمارات، وأعتقد أن هذه القمة ستكون مكملة لتلك القمة في شرم الشيخ إضافة إلى ملفات أخرى. بالنسبة لسؤالك، أعتقد أنها سيكون أو بحسب يعني الإعلام العبري سيكون شقين. أولا جميع ما يتعلق بالتقدم المحرز في مفاوضات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ولكن بجزئية إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يقود مضجع جميع الدول المشاركة، خاصة أن وزير الخارجية الإيراني عاد وأكد اليوم عبر قبل قليل بأن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب هو جزء من المفاوضات وهو مطلب أساسي من أجل العودة إلى الاتفاق. طب هذا ما سيناقشه وزراء الخارجية، ولكن ليس فقط نقاش لورين. من سيحضر القمة هو أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وبطبيعة الحال فإن وزراء الخارجية يعني غيره وزملائه في القاعة سوف يضغطون عليه
من أجل عدم الرضوخ للمطالب الإيرانية بإزالة الحرس. أمر آخر سيتم مناقشته هو ملف الغاز، كيف يمكن أن تساعد هذه الدول الولايات المتحدة على أن تكون القارة الأوروبية بغنى عن الغاز الأوروبي، ونحن نعلم أن هناك أزمة بين الخليج وواشنطن بالنسبة لهذا. تعمل فعل عمر يعني بشأن هذا التوتر بين دول الخليج وبين إدارة بايدن، وأنت ذكرت بأن أنتوني بلينكين هو جزء من هذه القمة، وأيضا وزير الخارجية الإماراتي سيشارك في القمة. هل يمكن لهذه القمة أن تخفف من حدة التوتر بين دول الخليج وإدارة بايدن برأيك؟ من الممكن، طبعا من الممكن. لماذا؟ لأن أيضا لورين علينا ألا ننسى أنه بعد هذه القمة سيتجه بلينكين وأيضا محمد بن عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، إضافة إلى ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، ثلاثتهم سيتوجهون من إسرائيل مباشرة إلى المغرب. هناك أيضا سيتم مناقشة هذا الملف المرتبط بالغاز والطاقة، وبطبيعة الحال فإن الزيارة في إسرائيل وأيضا أن يكون وزير الخارجية الإماراتي هناك في المغرب مع بلينكين، فإن هناك أمور على ما يبدو سيتم التطرق لها في هذا المجال، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالعقوبات الأمريكية على الغاز ويعني النفط الروسي بسبب يعني الحرب في أوكرانيا. ولكن هذا السؤال، هل من الممكن أن تحل هذه القمة كل شيء بين أمريكا والخليج؟ لا أعتقد. أن تساهم هذه القمة بتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة، بالإمكان أن يكون ذلك، لأن الغضب هو ليس فقط غضب أمريكي على الخليج، هو أيضا غضب خليجي على الولايات المتحدة، لأنها لا تقف بما فيه الكفاية هكذا بحسب الخليج معهم ضد الحوثي. يعني نحن رأينا أن هناك استهداف من قبل الحوثي للمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية على شركة أرامكو. ماذا قدمت الولايات المتحدة لذلك؟ هذا الأمر هو أيضا إحدى نقاط الخلاف بين واشنطن وقبل ساعات كان هناك أيضا هجوم آخر للحوثي على منشأة تابعة لأرامكو. الزميل الصحفي في I24 News عمر ربيع، شكرا جزيلا.